وامتثال قرضها والسوار بالخيل عجل يا خليفة داحي الباب في ثار من كسرى وضلع بصاير الباب أصحاب جدك بالفت لك منهم أخبار يوم الذي هجموا على داخل الدار ضربوا البتول ولببوا حجار الكرار وراحوا به المسجد يا بن سامي الأنجار وخلف البتول تصيح والأولاد معها تبكي على فقد الأب وكسرة ضلع ومن نوحة ذوب حشا كل من سمعها تجذب الونا والدمع بالخد سجاه